حنا اليوم نضمنا ندوة صحفية لباوها مشكورين العديد من المنابر الإعلامية الوطنية، وذلك لمساندتنا ونصرة صوت الحق وإيصال صوت ديالنا إلى السلطات المعنية. المكتب ديالنا هذا المنتخب من طرف المنخرطين، وأعضاء كيتكونوا من المنخرطين أيضا اللي داروا يديهم في بعضياتهم باش يوصلوا هذه الجمعية إن شاء الله إلى بر الأمان ويحافظوا ويصونوا مصالح المنخرطين. حنا هنا واقفين كما كتشوفوا أمام مكتب الجمعية، وكنددوا بواحد الأمر هام، ألا وهو أن المكتب الجديد المنتخب عندما أراد أن يباشر مهامه بطبيعة الحال ذهب يعني إلى السلطات المحلية، وتم رفض طرف السلطات المحلية أنها تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب. أمر اللي ترتب على هذا القرار هي أنه كاين أن بروكاج، يعني أن المكتب ما يقدرش يباشر المهام ديالو بدون الحصول على وصل مؤقت، وأن السلطة المحلية ما من حقهاش يعني تمنع، ولكن من حقها ترفض، ولكن ما ترفض حتى توصل بالملف. وهذاك الرفض خصو يكون معلل، لان القرارات الاداريه السلبيه تعلل وفق القانون. المطالب ديالنا ان السلطات المعنيه خصها تتعامل مع المكتب الشرعي وتعطينا الوصل المؤقت باش نقدروا اننا نباشروا المهام ديالنا كمكتب، واننا نحلوا المشاكل ديال المنخرطين. يعني هناك العديد من المشاكل اللي كتعين الحل. اولا والاخطر هي ان هاد الشيء الناس اللي كيشوفوه الان هاد يعني هاد البنايات راها في المحافظه العقاريه بقى عباره على ارض، يعني ما عندناش الرسوم العقاريه، مع العلم ان الجميع ادى مستحقات الافراز، ولكن ما وقعتش هاد المسطر، يعني المسطره ان المكتب القديم ما دارش هاد المسطره. ثاني حاجه والاخطر من هذا هي ان هاد الرسم العقاري ديال هاد الارض عليه حجوزات، والحجوزات تمت من طرف الشركه اللي دارت الاشغال. يعني كيف يعقل ان شركه اللي دارت الاشغال هذه اكثر من 3 سنوات ولا 4 سنوات عاد جات كتحط لنا الحجز؟ يعني فاحنا مهددين كساكنه في الاستقرار ديالنا. بالنسبه للوقفه ديالنا جات من بعد الندوه الصحفيه اللي نظمها المكتب الشرعي والقانوني المنتخب يوم 17 دجنبر 2023، واللي انتخبته الساكنه باجماع وبواحد الرقم ساحق. يعني المكتب القديم لم يصوت عليه ولو بصوت واحد، هذا دليل على انه لم يكن في كما ترجيناه طيلة 13 سنة. كاين بزاف ما يتقال، عدم التواصل، عدم المشاركة في هذا المشروع ككل منذ بدايته إلى نهايته، اللي زاد من الطين باللحينة تجد بأن التيتر الكبير أو التيتر مير ديال المشروع كامل محجوز من طرف شركة ديال بيرفورمونس اللي دارت الأشغال الكبرى، وواحد المونطو اللي ماشي ساهل ديال 400 مليون، بدل باش كنا غادي ندفعوا 1.5 دابا الان ملي دخلت 2024 الى طبق علينا القانون غادي نخلصوا 4% زايده. اذا حتى المصاريف بدات تزاد. كنقولوا لهذا المكتب كيفاش تتم السابق، كيفاش تتم الحجز والناس دافعه الفلوس ديال الشقه ودافعه الفلوس ديال الكلاطمو، وكما كتشوفوا الناس كتعبر بطريقه سلميه وحضاريه، باش نقولوا للجهات المعنيه، وحنا كنعرفوا بان مدينه تماره كتعيش واحد الطفره نوعيه في التغيير على راس الاجتهادات اللي واقف عليها السيد الوالي اليعقوبي ومن معه، فكنطالبوا منه هو جزاه الله خيرا وباقي الجهات بتسلم الملف ديال الجمعيه وتسهيل المساطر وتطبيق العادل للقانون، تطبيق العادل للقانون. علاش؟ لان هذا المكتب اولا واخيرا هو يتصرف وانتهت الولايه ديالو 3 سنوات ونصف، هذه باقي ما عرفناهاش نهائيا كيفاش. حتى كيتصرف في البنك، كيتصرف في كل في المحافظه، كيتصرف كان شيئا لم يكن، ومن هي الولايه ديالو. والان مني مشاو يدفعوا المكتب الجهه المعنيه في المرس كيقولوا لهم بانه كاين تعرض. هذا التعرض ديالاش؟ عن اي شيء تتعرضون؟ راه هذا مكتب قال كلمته والساكنه قالت كلمتها وهي اللي انتخبات، والساكنه انتخبات بالتوقيع وبلاكارت ناسيونال وبالمفوض القضائي اللي مرسول من طرف رئاسه المحكمه بالرباط، لان الجمع العام دار بالرباط. لهذا نطلب من الجهات المعنيه
تسهيل المساطر باش المكتب يباشر العمل ديالو، لاننا نعيش واحد ازمه خانقه. اولا كاين الناس ما ساكنينش ومؤدين الفلوس ديالهم، وكاين الناس اللي مؤدين الفلوس ديالهم وباقي ما عندهمش الماء والضوء، وكاين مع ذلك ان المكتب لا زال كيعمل بعض الخروقات وكيجيب لنا الناس اللي ما معروفينش بدعوى انهم يا اما يقول لك عساسه يا اما يقول لك صيفطنا المكتب القديم، وهذا الشيء لا يعقل وغير قانوني في بلاد اللي فيها الحريات وفيها القانون. هذه الجمعيه هذه اللي تنشات في 2010 واللي بداو الانخراط ديال الناس فيها في 2011، ومع الاسف دابا دازت اكثر من 13 سنه، يعني ما يقارب 14 سنه، وبقى الناس ما حصلت شيء على الرسومات ديالها والافراز ديال الرسومات ديالها، بل بقى حتى بعض الاشغال في بعض العمارات بقى ما كملاتش. فالمعاناه ديالنا مع هذا المكتب القديم اللي هو كان مكتب عائلي استمرت واحد سنوات كثيره في الدورة الأولى ديالتهم وفي الدورة الثانية ديالتهم لآخر الدورة اللي كانت تنتخب فيها في 2015، واللي كانت المدة ديالتها 5 سنوات واستوفات في 2020، ولكن مع الأسف ما تجددش المكتب تحت واحد المجموعة ديال الطائلات ديال كورونا، رغم أن كورونا ما دامش يعني سنوات 3 سنين ونص، فمن موراها بثلاث سنين ونص بقات هذا المكتب هذا بقى كيمارس واحد المجموعه ديال المهام ديالو، الى ان عقد الجمع ديالو في يوم 17 دجنبر 2023، فجددنا المكتب الجديد اللي طلع ووضعنا فيه الثقه، وهذا المكتب هذا متكون من ناس منخرطين اللي ساكنين معنا. مع الاسف فقدنا الثقه في المكتب القديم لكون ان لقينا بان الارض ديالنا حجز عليها، فولات في المحافظه كنلقاو الارض اللي اصلا حنا تبنى عليها هذا المشروع هذا ولات محجوزه، بمعنى انه كاين واحد المجموعه ديال الاختلالات، رغم ان الاغلبيه ديال الناس دفعوا الدفعات ديالهم وكانوا منتظمين فيها. فهذا الشيء اللي خلانا باننا نبدلوا هذا المكتب هذا واحد المكتب الجديد، الا اننا تفاجئنا بان هذا المكتب الجديد المنتخب قانونيا في جمع عام قانوني بنصاب قانوني ونصاب يعني فيه الاغلبيه المطلقه، فكنتفاجئوا ملي مشاو باش يوضعوا الوثائق ديالهم لدى السلطات المحليه، تفاجئوا بان المكتب القديم وضع تعرض، فوضع هو تعرض قبل ما يوضع الملف الجديد كاع الملف ديالو، وانا ما كنتسائلوا واش هذا التعرض هذا غادي يخلي المصالح ديال اكثر من 400 اسره بدون تصفيه ديال الملك ديالها، بل انه كاين بعض الناس اللي باقيين كاع ما سكنوا شيء اصلا. فهذه هي من المشاكل ديالتنا، انه كنطلبوا من السلطات المحليه انها تطبق القانون العادل وتعطي لهذا المكتب هذا الجديد اللي وضعنا فيه الثقه ديالنا، تعطيه الوصولات ديالو القانونيه باش يمكن له يخرج هذه الجمعيه هذه من هذا المازق اللي فيها لواحد البر الامان، وتخلي الناس المنخرطين وكتعرفوا السكن بانه شي حاجه اساسيه في الحياه ديال الانسان، باش يمكن له يرتاح في الحياه ديالو ويحس حتى هو بالاستقرار النفسي والاستقرار ديال الاسره ديالته كامله. Thank you.